اكتشفت دراسة حديثة أجراها علماء يابانيون عن دور الخلايا التي تتطور إلى حيوانات منوية عند الذكور وبويضات عند الإناث في التأثير على الفرق بين متوسط العمر المتوقع بين الرجال والنساء. وأظهرت التجارب التي أجريت على نوع من الأسماك الصغيرة تدعى كيليفيش في جامعة أوساكا أن إزالة هذه الخلايا أدى إلى تساوي متوسط عمر الذكور والإناث حسب ما نقلته صحيفة الجاردينيان. وأشار الباحثون إلى أن الآلية البيولوجية المكتشفة قد تلعب دوراً مماثلاً في التأثير على فجوة العمر المتوقع بين الجنسين لدى البشر وكائنات أخرى. ووفقاً للبروفيسور تورو إيشتاني الباحث الرئيسي في الدراسة، فإن هذه النتائج قد تشكل نقطة انطلاق لفهم أفضل للعوامل المتحكمة في الشيخوخة عند الإنسان. وعلى الصعيد العالمي تعيش النساء في المتوسط حوالي 5% أطول من الرجال، وتساهم عوامل متعددة في هذا التفاوت، حيث يكون الشباب الذكور أكثر عرضة للوفاة في الحوادث والانتحار، وغالباً ما تعيش النساء أنماط حياة أكثر صحة. لكن هذا التفاوت يلاحظ أيضاً في أنواع أخرى، إذ تعيش الإناث من القردة العليا والقرود القديمة لفترة أطول من نظائرهن الذكور وفقاً للمصدر ذاته. وبالنسبة للبشر يختلف حجم فجوة العمر المتوقع بشكل كبير من بلد إلى آخر، ويصل العمر المتوقع للأشخاص الذين ولدوا في بريطانيا بين عامي 2020 و2022 إلى 78.6 سنة للرجال و82.6 سنة للنساء. وفي روسيا يموت الرجال قبل النساء بحوالي 13 عاماً، ويرجع ذلك جزئياً إلى عادات شرب الكحول والتدخين بشكل أكبر. وحقق فريق البحث الذي قاده إيشتاني في تأثير الحيوانات المنوية والبويضات على العمر المتوقع كونها أحد أبرز الاختلافات بين الذكور والإناث. وأظهرت التجارب أن منع إنتاج الخلايا الجرثومية التي تتطور إلى حيوانات منوية وبويضات أدى إلى زيادة عمر الذكور وتراجع عمر الإناث، مما جسر فجوة العمر المتوقع بين الجنسين. وكانت النتائج مفاجئة للباحثين، حيث توقعوا زيادة العمر المتوقع لكلا الجنسين، لكنها ألقت الضوء على دور الاختلافات الجنسية في العمر المتوقع وفقاً لرئيس هذه الدراسة. وتسبب منع إنتاج الخلايا التناسلية المذكورة في ظهور تغيرات هرمونية مختلفة لدى الذكور والإناث، مما أثر على صحة الأنسجة والقلب والأوعية الدموية وإنتاج فيتامين دي.